ما يعني ماكو الحكومه مشكلة. لو تلعب لعبه صحيحه تفتح حوار مع اهل الكويت، اهل الكويت مو فلان وفلان وفلان، تفتح حوار مع اهل الكويت تطلع رموز وطنيه. الان في رموز وطنيه كثيره جدا اكبر من مسلم واكبر من السعدون واكبر من كل الموجودين اللي هنا، لكن ما يستطيعون يمارسون العمل السياسي في ظل الردح والاسفاف والسفاله اللفظ والاخطاء الجسيمه اللي قاعد تمارسها المعارضه، ما يقدر يمارس. لكن لو كانت المعارضه معارضه يعني معارضه سياسيه راشده. هذا شكو الحكومه الحين، المعارضه هي انت تقول غير راشده، الحكومه شكو تسوي حوار وتطلع رموز وطنيه. لما لابد تخرج رموز وطنيه. تبي شكو الحكومه تبي رموز وطنيه للجماعه اللي تتعامل معهم الحكومه؟ تتعامل الحكومه قاعد تتعامل مع كرتون، مع رسوم متحركه. هذول مجلسكم اللي حاطينه هذا رسوم متحركه، يقول واحد يطلع بالتلفزيون يقول والله رئيس الحكومه يقول نعارضه، يا سلام عليك. وحتى رئيس المجلس يقول عارضه بعد، يا حليلك، خش 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 معارضه، لا عز الله الا بنت الدوله. يبا هذول كرتونات احنا حطيناهم فتره من الزمن حتى هدت الامور. طيب خلاص الله معاكم، روحوا خلنا نطلع الان هالكويت اللي فيه ماعين اللي محبين للنظام، متزمين بالدستور، متزمين بالعمليه السياسيه وحدود اللعبه السياسيه، وتبني دوله صحيح.